بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان أي من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، مغبون فيهما كثير من الناس. والغبن أن تبيع الشيء بأقل من ثمنه أو تشتريه بأغلى من ثمنه، فهذا يسمى غبنا. والمقصود أن العبد يبيع هاتين النعمتين بثمن بخس أو يبيعهما بلا ثمن، وذلك أنه يضيع عمره فيما لا فائدة فيه، ويضيع صحته كذلك فيما لا فائدة فيه. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث المحافظة على هذين الشيئين، وهما الصحة والفراغ. أما الصحة فهي ما آتاه الله سبحانه وتعالى للعبد من قوة وقدرة، فهذه ينبغي أن يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الطاعات في حال الصحة، لأنه إذا فقدها فإنه لا يستطيع فعل الطاعات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، فضلا أن يأتي من النوافل شيئا منها. فإن الإنسان عند الكبر قد يعجز عن الصلاة قائمة، وقد يعجز عن الصيام، وقد يعجز عن الحج، وقد يعجز عن الجهاد، ويعجز عن أمور كثيرة تحتاج إلى صحة وقدرة. فإذا كان في صحته يفعل هذه الطاعات فإنها تكتب له عند الله سبحانه وتعالى في حالة العجز، أي عندما يكون عاجزا عن فعلها عند الكبر أو عند المرض فإنها تكتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. إذا سافر العبد أو مرض، فإذا سافر فإنه ربما يفطر في السفر، وربما لا يستطيع أن يفعل النوافل التي كان يتقرب بها في الحضر أي في بلده وحال إقامته، فإنه يكتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. وكذلك ما كان يفعله حال القدرة أي حال الصحة فإنه يكتب له حالة المرض وإن كان غير قادر عليه. فإذا كان يصلي قائما حال صحته ويكثر من النوافل فإنه يكتب له ذلك عند مرضه إذا صلى قاعدا، فأنتم تعرفون أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم، لكنها بالنسبة للمريض أو العاجز إذا كان صلى قائما حال مرضه أي في النافلة فإنها تكتب له تماما، أي عند مرضه أو عند عجزه أو عند كبره فإنها تكتب له تماما كأنه قائم. وكذلك يكتب له من النوافل التي كان يؤديها ولا يستطيع أن يؤديها حال الكبر أو حال العجز أو حال المرض فإنها تكتب له. وهذا يدل ويبين على أهمية العبادة حال الصحة، أن الإنسان ينبغي أن ينتهز حال صحته فينفق ذلك في سبيل الله، وينفق صحته في الإكثار من الطاعات، سواء كان ذلك من الصلاة أو من الصيام أو من الحج أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يحتاج إلى قدرة وقوة وصحة. فينبغي أن يبذل هذا حتى إذا ما كبر أو ضعف فإن هذا يكون له
يعني مكتوبا له حتى حال الضعف وحال العجز، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفراغ فهو الوقت الذي لا يكون العبد فيه مشغولا بعمل أو بشيء يقوم به، فإنه يكون فارغا. وليس في حياة المؤمن شيء اسمه الفراغ، فإن المؤمن خلق ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وهو يعبد الله عز وجل في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان وعلى أي حال، فهو ينبغي أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، سواء ذلك كان في قيامه أو في منامه، كان في شغله في عمله، أو كان في حال مذاكرته يعني للعلوم، أو كان حال صلاته أو صيامه أو ذكره لله سبحانه وتعالى، فهو متعبد لله سبحانه وتعالى. فليس ثمة فراغ في حياة المؤمن، بل عليه أن يشغل جميع وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يندم ندما عظيما إذا فوت شيئا من الوقت لم يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى. والوقت هو رأس مال العبد، هو أغلى ما يملك في الحياة الدنيا، أغلى ما يملك الإنسان في الحياة الدنيا الوقت. والعبد ما هو إلا وقت، يعني العبد ما هو إلا أيام، فإذا مر يوم مر بعضه. يعني أنت في الحياة الدنيا إذا كان لك 60 سنة فأنت عبارة عن 60 سنة، فإذا مر يوم فقد نقص من عمرك يوم، وأنت تحتاج أن تكمل بقية العمر، فكلما يمر يوم يمر بعضك، فأنت تخسر هذه الأيام يوما بعد يوم بعد يوم. فإذا ما كان العبد يشغل هذه الأيام بطاعة الله سبحانه فإنها تكون في رصيده يوم القيامة، وأما إذا لم يشغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى فهو إما أن يشغلها بمعصية، وإما أن تكون فارغة، وعلى أي حال فهذا ليس في صالحه، فإنه يسأل عن ذلك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، هذا أول ما يسأل عليه، يسأل عن عمره فيما أفناه، يعني هذه الأيام التي قضاها في الحياة الدنيا كيف قضاها، هل في طاعة، هل في معصية، هل في تضييع لهذه الأوقات. وعن شبابه فيما أبلاه، هذا الشباب الذي هو يعني أفضل العمر في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي فترة الشباب، هذه أفضل فترة يتعبد فيها الإنسان لله سبحانه وتعالى في حالة القوة والفتوة، في حالة القوة والفتوة، فإنه يستطيع أن يبذل ما لا يبذله الصغير وما لا يبذله الكبير، يعني العجوز الشيخ الكبير، إنما الشاب يستطيع أن يبذل ما لا يستطيع أن يبذله غيره. فهو يسأل عن شبابه فيما أبلاه، ويسأل كذلك عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال هذا هل اكتسبه من حله أو اكتسبه من حرام، فيسأل عن ذلك. وفيما أنفقه، هل أنفقه في حرام أو أنفقه في حلال، فهذه أشياء يسأله الله سبحانه وتعالى عنها. فأنت تسأل عن الوقت، والوقت من قيمته عند الله سبحانه وتعالى أقسم الله عز وجل به في القرآن، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم بالعصر، يعني بالزمن، بالوقت، بالعمر الذي تحياه أنت على ظهر هذه الأرض، فإن هذا أغلى ما تملك، هذا أغلى ما تملك. لا يبيع الإنسان أغلى ما يملك بثمن بخس أو بدراهم معدودة أو بلذات أو بشهوات أو بغيبوبة أو غفلة، إنسان يغفل ويغيب عن واقع حياته أو عن كلام الناس، يقولون تعالى نضيع الوقت أو نقتل الوقت، أو أنه تضيع الوقت هذا يحاول أن يفعل أشياء لكي يمر الوقت، لكي يمر الوقت، فهذا يبيع بلا ثمن، بلا ثمن. إذا كان يضيع وقته في لعب الكوتشينة أو في الطاولة أو في الدومينو أو
في غير ذلك مما لا يعود عليه بفائدة، بل قد يعود عليه بالوباء والعياذ بالله. فهذا الإنسان مضيع لوقته بما يكون عليه وبالا، أو يضيع وقته في الحكايات والغيبة والنميمة والكذب، والكذب هذا يشمل أشياء كثيرة، كلام الكذب، الحلف الكذب، مشاهدة الأفلام، المسلسلات وغيرها من سماع الأغاني والموسيقى، كل هذا من الكذب، لأن هذا يعني هذه الأمور كلها من الأمور المحرمة المبنية على الكذب في أصلها، والبهتان والزور. والله سبحانه وتعالى يقول في مدح المؤمنين والذين الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فهو زور ولغو أيضا، فهذا زور ولغو كذلك. فالإنسان يضيع وقته في الزور، يضيع وقته في الباطل، يضيع وقته في اللغو، ويضيع وقته في أشياء لا تعود عليه فائدة، بل تعود عليه بوبال يوم القيامة بإثم عظيم يعاقب عليه ويحاسب عليه عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، الوقت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا فرغ الإنسان من المذاكرة مثلا، إذا كان له أجازة من الجامعة أو المدرسة أو غير ذلك، أن يجعل هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى، يشغله بحفظ القرآن، بذكر لله سبحانه وتعالى، بقراءة الحديث، بقراءة السيرة، بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أفضل الأمور، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى من أفضل ما يعود على الإنسان بالفائدة. قراءة تراجم الصحابة رضي الله عنهم وتراجم العلماء كذلك من الأشياء التي تعود على الإنسان بالفوائد الكثيرة، لأنه يتعلم أخلاق الأنبياء ويتعلم أخلاق الفضلاء من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، يتعلم كيف كان سلوكهم، كيف كانت أخلاقهم، كيف كان طلبهم للعلم، كيف كان تعاملهم مع الناس، كيف كان بيعهم، كيف كان شراؤهم، كيف كان عيشهم في الحياة الدنيا. فهذه الأمور تكون يعني بمثابة الدافع إلى التأسي والاقتداء. يرى رموز عجيبة جدا يعني، وأنماط من البشر لا مثيل لها في التاريخ، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنماط من البشر لا مثيل لهم في التاريخ، لا يوجد في تاريخ البشرية كلها أنماط من الناس مثل أنماط الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة هذا الدين. فالإنسان يقرأ السيرة، يتعلم منها، يقتدي، يتأسى، يتمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرى كيف كانوا، يعني العلماء كيف كانوا، متى طلبوا العلم، وكيف يعني عاشوه. يعني الأمر ليس بالسن الصغير، بل علماء كثيرين طلبوا العلم في سن الصغر وصاروا أئمة لهذا الدين. يعني الإمام سفيان الثوري رحمه الله كان نشأ يتيما وكان صغير السن، كان ابن 10 سنين، وأمه يعني كانت أرملة، فقالت لسفيان يا أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني أنا أعمل في غزل الصوف وأبيعه وأنفق عليك إذا طلبت العلم، يعني العلم الشرعي. فكان سفيان رحمه الله يجالس العلماء الكبار كمحمد بن شهاب الزهري رحمه الله، أحد الجبال العظام من جبال أهل الحديث، بل هو أول من كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز، وهو أستاذ الأساتذة، يعني كل أساتذة الحديث عيال على ابن محمد بن شهاب الزهري، يعني هم يعني له نعمة عليهم رحمه الله. فكان سفيان يجلس إلى محمد بن شهاب وعمره 10 سنين، فكان يقول لتلميذه يا نضر لو رأيتني وأنا ابن 10 سنين، ثيابي قصار ثيابي صغار وأكمامي قصار ونعلي كأذن الفار، يعني الجزمة اللي أنا لابسها قد أذن الفار عشان كان صغير. يقول وكنت كشعلة نار أختلف إلى محمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن دينار أجلس بينهم كالمسمار، فإذا دخلت عليهم قالوا أفسحوا للشيخ الصغير، وسعوا للشيخ الصغير يجلس له
أهمية، لأنه كان يذاكر العلم ويسمع وكذا، كان نابغ وكان ابنه 10 سنين. صار سفيان جبل بعد ذلك، صار أمير المؤمنين في الحديث، صار كفءا للإمام أحمد رحمه الله، يعني ندا للإمام أحمد في عصره وهو يطلب العلم منذ الصغر. هذا لم يضيع وقته، هذا لم يضيع وقت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، طلب العلم هو صغير، وكان يمشي يعني وسط الطلاب للتلاميذة، كان يمشي حاملا الألواح كما يمشي الجندي العسكري في الطريق، كان الأولاد يلعبون ولا يلعب في الطريق ويمشي كمشية الجندي، وكان يكرهونه على اللعب معهم، يضغطون عليه عشان يلعب معهم. وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله لا يلتفت إلى هذا، ما يلتفت إلا إلى درسه وطلب العلم، كان نابغة. فإن رجلا ناداه في الطريق فقال ما معك من الألواح؟ قال معي كذا وكذا. فقال امحو ما في الألواح، فمحاها، قال اكتب حديث كذا، فكتبه، قال امحوه، ثم أمله حديثا آخر، ثم 10 أحاديث يمليها. لشيخ الإسلام تيمية، وهو كل حديث يكتبه ثم يمحوه، يكتب الحديث ثم يمحوه. فقال له ما كتبت في الألواح؟ يعني ما أمليت عليك؟ فقال الحديث الأول كذا، حدثني فلان قال حدثني فلان، ثم يذكر حديث 10 أحاديث. وكان طفل صغير رحمه الله، كان طفلا صغيرا رحمه الله. إمام البخاري رحمه الله أمه تركته ابن 7 سنين في الحجاز، أتت به من بخارى تحج به، ثم تركته ابن 7 سنين، فكتب أول كتاب له وهو ابن 14 سنة، على ضوء القمر بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب التاريخ للبخاري، هذا كتاب معروف، كتبه وهو ابن 14 سنة، وكان يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وكان نابغة، وكان التلاميذ معه في المدرسة يكتبون الأحاديث وهو ليس معه ألواح، فأنكروا عليه وغضب الشيخ منه، فقال إنما أحفظ ما أسمع. فقالوا طب ماذا تعلمنا من أول يوم؟ قال تعلمنا في اليوم الأول كذا وفي اليوم الثاني كذا، فأخرجوا ألواحهم يصححون ما كتبوه على حفظ الإمام البخاري رحمه الله، على حفظ الإمام البخاري رحمه الله. كان إذا قرأ حفظ رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله أمه يعني اعتنت به فحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، فلما بلغ 14 سنة كان قد تعلم فقه أهل الحجاز والأدب والشعر وأنساب العرب، فاللغة في هذا كله قد تعلمه وهو ابن 14 سنة، فحملته إلى المدينة يتعلم مالك، فجلس في مجلس مالك يملي الموطأ وهو ابنه 21 سنة، كان عنده 21 سنة، كان بيجلس في مجلس مالك. مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة كان ترتعد فرائس الحكام والأمراء والسلاطين عند سماع اسمه، وكان جبل من أعلام العلم الشرعي، فكان الشافعي يجلس مكان مالك. والإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر وهو أفقى من مالك أخذ الموطأ عن الشافعي، الشافعي صغير عن الليث، لكن هو ذهب يحج فأراد أن يسمع الموطأ من مالك، فوجد الذي يملي الموطأ في هذا الوقت الشافعي، فأخذ الموطأ عن الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد كان يجلس إلى الشافعي، كان الشافعي صغير، وكان وكيع بن الجراح كان موجود في هذا الوقت، وكان إسحاق يجلس إلى وكيع، كان إسحاق يجلس إلى وكيع بن الجراح، وكان إسحاق ينكر على الإمام أحمد، إسحاق بن رهوية إمام أهل خراسان، فكان ينكر على الإمام أحمد، فيقول أتجلس لهذا الفتى؟ قال الإمام أحمد ما رأت عيني مثل هذا الفتى، فقال تجلس إلي وتترك علم وكيع؟ قال ما فاتني عن وكيع سمعت من الشافعي، وما فاتني عن الشافعي لم أسمعه من أحد. هذا يدل على نبوغ الإمام الشافعي رحمه الله. ومتى طلب العلم؟ طلب العلم في الصغر، لم يضيع وقتا، وإنما استغل الأوقات، ولم يترك التنقل، يعني انتقل إلى المدينة أخذ علم مالك، انتقل إلى الكوفة أخذ علم الإمام أبي حنيفة من محمد بن الحسن، انتقل إلى اليمن، انتقل إلى مصر حتى مات فيها ودفن وقبره معروف.
في مصر قبر الإمام الشافعي رحمه الله، فلم يتوقف في الرحلة عن طلب العلم حتى مات رحمه الله. وهذا منذ الصغر، الإنسان ينبغي أن يبدأ منذ الصغر أن يتعلم العلم، ليس عندنا يعني في طلب العلم صغير ولا كبير، هذا العلم ينبغي أن يطلبه كل أحد من المسلمين، الكبير والصغير ينبغي أن يتعلم العلم الشريف النافع. ليس له شرف الإنسان إلا إذا كان عالما، فالشرف الإنسان بما يعلمه، كما يعني قال الإمام علي رضي الله عنه لوكيع بن الجراح، قال للتلميذ كميل بن زياد، قال يا كميل العلم أفضل من المال، العلم يحرسك أنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. ثم قال نظما ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يعلمه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الشاهد أن الإمام علي رضي الله عنه قال وقدر كل امرئ ما كان يعلمه، إذا كان جاهل ما له قدر، ملوش قدر، إنسان ينبغي أن يكون له قدر، وهذا القدر إنما يأتي بما يعلمه. والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، يعني في علاقة وثيقة بين العلم وبين العمل. والله سبحانه وتعالى مدح يعقوب عليه السلام فقال وإنه لذو علم لما علمناه، أي ذو عمل لما علمناه، ذو عمل لما علمناه، أي كان عاملا بما يعلم. فهناك علاقة بين العلم والعمل، لأن الإنسان إذا علم ولم يعلم ولم يعمل لم يكن عالما، ما يبقاش عالم. فالعالم هو الذي يعمل بما يعلم، لأن العلم يورث الخشية، العلم يورث الخشية، إذا لم يورث الخشية لم يكن علما نافعا، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أشد الناس خشية من الله هم العلماء. فالخشية هذه دافعة للعلم، دافعة للعلم، ليست خشية أو خوف دافع للبكاء فقط، فإن البكاء فقط فعل النساء، إنما الإنسان إذا خاف من شيء فر منه، إذا خاف من شيء فر منه، فإذا خفت الله عز وجل تفر منه، لكن لا تستطيع أن تفر منه إلا إليه. يعني الله سبحانه وتعالى هو الأوحد الذي لا يفر منه إلا إليه، أي شيء تخافه تفر منه تهرب منه، لكن الله عز وجل إذا أردت أن تفر منه تفر إليه، تفر إليه، إذن مهربك إلى الله، مهربك إلى الله، فإذا خفت الله فاهرب إليه، وأنت ما تستطيع أن تهرب إليه إلا بفعل الطاعة وترك المعصية، بفعل الطاعة وترك المعصية. فمن خاف أدلج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، والدلجة هي السير بالليل، السير بالليل، فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. المقصود من الحديث أن من خاف أدلج يعني تابع السير ليل نهار لم يتوقف، وهذا ما يعرف بالاستقامة، أن تبدأ بالعمل الصالح وتستقيم عليه، لا تنقطع عنه فتداوم عليه، ليلك في طاعة ونهارك في طاعة، إذا أصبحت كنت في طاعة، وإذا أمسيت كنت في طاعة، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم فسيح جناتي، لا أقول قولي هذا، استغفر الله.